موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، اتفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون على العمل سويا على 3 ملفات كبرى، وهذا فور عودته إلى أرض الوطن من ألمانيا أين أجريت له عملية جراحية ناجحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد اتفق الرئيسان خلال مكالمة هاتفية جمعتهما أمس على استئناف العمل معا على الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما 3 ملفات مهمة، وهي الملف الاقتصادي، ملف القضايا الإقليمية، وملف الذاكرة. يبدو أن أداء العمرة بالنسبة للجزائريين سيصبح لمن استطاع إليه سبيلا على غرار الحج، وهذا بعد تأكيد الديوان الوطني للحج والعمرة الارتفاع المرتقب لأسعارها بشكل كبير. وقال المدير العام لديوان الحج والعمرة في تصريحات إعلامية أنه يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من 40% مقارنة بالأسعار المعتمدة سابقا، كما أشار إلى جاهزية مصالحه لاستئناف تنظيم العمرة بمجرد تلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا في البلاد. في موضوع آخر، ومع استفحال معاناة العاصمة كينا مع الاختناق المروري، كشفت الحكومة عن مخطط جديد من شأنه المساهمة في ضمان سيولة حركة المرور. وأعلن وزير الأشغال العمومية فاروق شعلي عن مشروع كبير لإنجاز طريقين سيارين بطوابق، الأول يربط مطاره واريمو مدينة الدولي بزيراندا، والثاني بين المطار ووسط الجزائر العاصمة. هذا وقد أشار الوزير إلى أن حوالي 220 ألف سيارة تعبر يومياً الطريق السريع الذي يربط بين بودواو وزيراندا. تناولت مجلة جوناف خيك الفرنسية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني قضية استدعاء وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط من طرف محكمة سيدي محمد الشهر الماضي. وقالت المجلة أن استدعاء بن غبريط من طرف القضاء أثار تساؤلات عديدة، باعتبار أن الوزيرة السابقة معروفة بنزاهتها الكبيرة وفق تعبير المجلة. وللإشارة، فإن بن غبريط كانت قد أصدرت بياناً تؤكد فيه أن مثولها أمام قاضي التحقيق كان كشاهدة وليس كمتهمة. وبن غبريط التي قادت قطاع التربية بين 2014 و2019 تعد أكثر الوزراء الذين مروا من هذا المنصب إثارة للجدل، وقد اتهمت من طرف الإسلاميين والمحافظين بقيادة عملية تهدف للقضاء على الهوية الإسلامية والعربية للمدرسة. في أخبار الرياضة، الناخب الوطني السابق رابح ماجر يواصل مسلسل الإشادة باللاعب المصري محمد صلاح الذي اعتبره من بين أفضل لاعبي العالم حالياً. وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس المصرية أنه يتمنى رؤيته قريباً في صفوف برشلونة أو ريال مدريد، كما اعتبر أن صلاح لا يحتاج نصائحاً ولا أي شيء، فهو يسير بخطى ثابتة. في حين انتقد ماجر أداء النجم الجزائري رياض محرز وقال أن مستواه تراجع كثيراً وأنه يتمنى له العودة والاسترجاع سريعاً. فقد العلم الإسلامي مساء أمس الداعية المصري عبد الكحلاوي بعد صراع استمر لأسابيع مع فيروس كورونا الذي تمكن في النهاية من إنهاء مسيرة سيدة وصفت بأنها لم تبحث عن الدنيا وكان سعيها الدائم نحو الباقيات الصالحات. وكانت الدكتورة الكحلاوي قد جمعت بين علوم الشريعة علماً وتعليماً وبين العمل الخيري، حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر، كما اشتهرت بتقديمها دروساً دينية يومية في الكعبة المشرفة بعد صلاة المغرب مخصصة للسيدات. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، اللهم ارحمنا يوم تلتف الساق بالساق، اللهم ارحمنا إذا تركت الدور والقصور والأسواق، اللهم ارحمنا إذا تركت الأقلام والأوراق، اللهم ارحمنا إذا قيل إلى ربك المساق، اللهم ارحمنا إذا وقفنا للسؤال، اللهم ارحمنا إذا خاننا المقال، اللهم ارحمنا إذا لم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، اللهم ارحمنا يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، ارحم من هفى وغفى وجفى وشفع فينا المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى.
وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.